قدم 200 ألف لاجئ أغلبه من سوريا وأفغانستان طلبا للجوء في ألمانيا منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أغسطس، أي أكثر بحوالي 80% عن العام السابق. عبء استقبال هذه الأعداد الكبيرة التي تذكر الألمان بعام 2015 و2016 دفعت الحكومة لمنح الضوء الأخضر على التعديلات التي سيناقشها البرلمان الأوروبي قريبا على قانون اللجوء. اليسار يتهم الحكومة بإلقاء المخاوف بشأن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان. المشكلة أن الدول الأوروبية ومنذ أعوام تحاول تجديد قوانين اللجوء ولكنها تفشل في تحقيق مساعيها، لأننا نلاحظ أن هناك حركة لجوء عالمية وقوانين اللجوء الأوروبية الجديدة لن تمنع الناس من القدوم إلى هنا. وفقا للتعديلات سيتم مراجعة طلبات اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مع ظروف احتفاظ أشبه بالمعتقلات الجماعية حتى مدة 20 أسبوعاً في أوقات الأزمات. ما يفتقده الأوروبيون حالياً هو القدرة على توقيع اتفاقيات مجدية مع الدول التي ينحدر منها اللاجئون لإعادة المرفوضين طلباتهم، كما أن اتفاقياتهم مع دول العبور كتونس لم تقلص من أعداد اللاجئين الآخذة بالارتفاع. يكمن الحل بمنح الناس فرصا وآمالا في أوطانهم. عندما نلاحظ أنه سنويا تزداد أعداد اللاجئين بسبب الحروب والملاحقات وانعدام الآمال الاقتصادية، لذلك يجب علينا أن نحارب أسباب اللجوء وليس اللاجئين. منظمات حقوق الإنسان والمدافع عن اللاجئين ترفض بدورها الاتفاق الأوروبي على مسألة اللجوء وتصفه بالمشين. مخاوفي تتعلق بكيفية إسكان اللاجئين في الملاجئ في ليبيا أو على الحدود الخارجية أو في تركيا وبولندا، حيث سيتم إسكان اللاجئين في مهاجع كبيرة لا تزود الناس بأي حقوق، كما لا يمكن التحكم بالظروف والأوضاع التي يواجهونها في هذه الملاجئ ومدى مناسبتها للاحتياجات الإنسانية. تزايد أعداد اللاجئين في ألمانيا يتوازى تماما مع ازدياد النبرة اليمينية لبعض الأحزاب الألمانية، والتي تطالب حاليا بقطع المساعدات المالية عن اللاجئين المرفوضة طلباتهم لكي يغادروا نحو بلدانهم. من ألمانيا، إرشاد حاجي لقناة اليوم.